السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي مع بعض يا جماعة المحاضرة الثانية بعنوان البرمجة الخطية. أول حاجة عاوزين نعرف إيه هي البرمجة الخطية. في طبعا تعريف كتيرة جدا للبرمجة الخطية، ولكن يمكن دمجهم في التعريف التالي، وهو إحدى النماذج الرياضية لبحوث العمليات، والتي تستخدم لحل المشاكل التي تهدف لتدنية أو تعظيم بعض الكميات من خلال إيجاد بديل أو بدائل مثلى تنجح في توزيع الموارد المحدودة على الاستخدامات المختلفة في ظل معادلات ومتباينات خطية. عندي استخدامات البرمجة الخطية. توجد عدة استخدامات البرمجة الخطية، منها المفضلة بين إنتاج منتج واحد أو مزيج من المنتجات، المفضلة بين طرق تصنيع مختلفة وتحديد النسب التي تحقق الهدف المراد عند الاعتماد على أكثر من طريقة تصنيع. 3. المفضلة بين أنواع مختلفة من الآلات المستخدمة في الإنتاج. 4. تحديد كيفية توزيع الموارد المتاحة من عمالة أو عدد ساعات عمل بين المنتجات المختلفة. وأيضا يستخدم في المجال الطبي في تحديد نسب مكونات الغذاء عندما يريد شخص عمل حمية أو دايت مثالي، وتستخدم أيضا في المجال الزراعي عند تحديد نسب الأنواع المختلفة من مخصبات الأسمدة، وتمكننا من تخصيب أكبر قدر من الأراضي الزراعية بجودة عالية أو بأقل تكلفة ممكن. طبعا في شروط استخدام البرمجة الخطية. أول حاجة أن يكون هناك محدودية في الموارد المتاحة. ثاني حاجة وجود هدف محدد. هنا الهدف قصدنا به إما يكون هدفنا هو تعظيم أو زيادة الأرباح أو تخفيض أو تدنية التكاليف أو الخسائر. رقم 3 برضو من ضمن الشروط الواجب مراعاتها عند استخدام البرمجة الخطية، إن إحنا دايما بنكون شغالين بمتباينات أو معادلات خطية. رقم 4 وجود بدائل مختلفة يتم الاختيار فيما بينها. دلوقتي هنشتغل وهنوضح البرمجة الخطية بتمرين. بيقول لي شركة تقوم بإنتاج نوعين من هياكل الدراجات، النوع الأول فاخر والنوع الثاني عادي. يتم إنتاجهم باستخدام نوعين من المواد الخام هي الألمنيوم والحديد. كان ربح الوحدة من الهياكل الفاخرة 10 جنيه وربح الوحدة من الهياكل العادية 15 جنيه. وكانت الهياكل الفاخرة تحتاج ل 2 كيلو من الألمنيوم و 3 كيلو من الحديد، بينما الهياكل العادية تحتاج إلى 4 كيلو من الألمنيوم و 2 كيلو من الحديد. طلب مني ما هو عدد الهياكل من كل نوع التي يجب على الشركة إنتاجها، علما بأن إجمالي الألمنيوم المستخدم في الأسبوع يجب ألا يتعدى 100 كيلو جرام، وأن إجمالي الحديد المستخدم في الأسبوع لا يتعدى 90 كيلو جرام، وذلك بهدف تعظيم ربح الشركة. طلب مني أن أنا أكون النموذج الرياضي لهذه المشكلة بيانيا. عشان حل الكلام ده في بعض النقاط الأساسية لازم أن أنا أحددها في الأول. أول حاجة لازم أحدد دالة الهدف. طبعا هنا عشان أحدد دالة الهدف وقال لي عندي نوعين، هياكل فاخرة هنديها رمز سين وهياكل عادية هنديها رمز صاد، وبالتالي يمكن تحديد دالة الهدف عن طريق المعادلة الآتية: ر يساوي 10 س، طبعا 10 دي اللي هو ربح الوحدة الواحدة من النوع الأول اللي احنا سميناه س، يبقى 10 س زائد 15 ص، طبعا 15 هنا هو ربح الوحدة الواحدة من المنتج الثاني اللي هو ص. طبعا الهدف بتاعنا هو تعظيم الأرباح. طب أنا ممكن ألخص البيانات اللي هو اداها لي في المسألة في الجدول اللي قدامنا. هو طبعا قال لي النوع الأول اللي هو س بيحتاج إلى 2 كيلو من الألمنيوم و 3 كيلو من الحديد، والنوع الثاني اللي هو ص اللي هو العمود الثاني بيحتاج إلى 4 كيلو من الألمنيوم و 2 كيلو من الحديد. طبعا برضو اداني شروط أو قيود عليا إن المتاح من الألمنيوم هو 100 كيلو والمتاح من الحديد هو 90 كيلو. بناء طبعا على البيانات دي ممكن أحدد القيود أو المتباينات اللي عندنا. فهاخد الصف الأول وأطلع منه القيد الأول، يبقى 2 س زائد 4 ص طبعا أصغر من أو تساوي 100،
طبعا اصغر من، عشان احنا قلنا هنا ده المتاح من الموارد وما اقدرش ازود عن المية، يبقى العلامة بتاعتنا اصغر من او يساوي 100 كيلو جرام. القيد التاني اللي هو الصف التاني اللي هو الخاص بالحديد هيبقى 3 س و2 ص، برضو اصغر من او يساوي 90، هو ده المتاح من الموارد التانية اللي هي الحديد. طبعا بنضيف هنا قيد اسمه قيد عدم السلبية يتم إضافته على جميع التمارين اللي عندنا، اللي هو أن س وص يجب أن تكون كميات موجبة، وبالتالي تبقى س وص أكبر من أو يساوي صفر. بعد كده هبتدي أحول المتباينات اللي أنا حددتها في الخطوة السابقة وأحولها إلى معادلات، إن أنا بستبدل علامة أصغر من أو يساوي إلى بعلامة يساوي اللي هو قدام حضرتك. بعد كده هبتدي أحل كل معادلة. المعادلة الأولى اللي هو 2 س زائد 4 ص بتساوي 100، لو حطينا س بتساوي صفر وعوضنا في المعادلة هيبقى عندنا 4 ص بتساوي 100، لو هقسم الطرفين على 4 هيطلع لي ص بتساوي 25. نفس المعادلة لو أنا افترضت إن ص بصفر، وبالتالي يبقى يتبقى في المعادلة إن 2 س بتساوي 100، وبالتالي قسمة الطرفين على 2 يبقى س بتساوي 50. وبالتالي يبقى أنا كده طلعت بالمعادلة الأولى بنقطتين، النقطة الأولى اللي هو 0 و25، والنقطة الثانية اللي هي 50 و0. نفس الكلام اللي هعمله في المعادلة الثانية اللي هي 3 س زائد 2 ص بتساوي 90، مرة هفترض إن الس بتساوي 0 هيطلع لي ص بتساوي 45، ومرة هفترض إن الص هي بصفر في الحالة دي س هتبقى ب30. النقط اللي احنا جبناها دلوقتي هنحاول ان احنا نحطها على الرسمة البيانية لخط حضراتكم. فهيبقى عندنا النقطة الأولى أو المعادلة الأولى اللي هي ادتني عندي س ب50 وص ب45، والمعادلة الثانية اللي هي مطلعة لي إن الس ب30 والصاد 45 زي الرسمة اللي قدام حضراتكم. طبعا بعد كده هنحاول نظلل المنطقة القريبة من نقطة الأصل زي ما هو واضح. في الخطوة اللي بعديها هنحاول نكون جدول، الجدول ده اللي هو جدول الحلول الممكنة. بيتم تكوين الجدول ازاي؟ عن طريق نقاط المنطقة أو منطقة الحلول الممكنة. لو رجعنا تاني بالرسمة بتاعتنا هنلاقي إن هو عندنا المنطقة اللي إحنا ظللنا عليها هنسميها أ ب ج د زي في الجدول هنا أ ب ج د. النقطة أ هنلاقيها عند س بصفر وص بصفر، النقطة ب عند س ب30 وص بصفر، النقطة ج عند س ب15 وص ب17.5، النقطة د عند س بصفر وص ب45. هروح بعد كده تلجأ إلى دالة الهدف اللي إحنا كنا حددناها في بداية التمرين ب10 س زائد 15 ص، ويتم التعويض بكل نقطة من النقاط السابق ذكرها. فهنلاقي إن النقطة أ هتدينا ناتج نهائي صفر، النقطة ب الناتج النهائي بتاعها 300، النقطة ج الناتج النهائي بتاعها 412، النقطة د الناتج بتاعها 675. طبعا هدفك هو تعظيم الأرباح، يعني اختيار النقطة التي تحقق أعلى ربح. طبعا أعلى ربح هنا هو 675، وده اللي هنحدده في الحل الأمثل. يبقى هيتم اختيار النقطة د اللي هي بموجبها من س هنتج صفر، أو لا يتم يعني إنتاج أي وحدة من س، ومن ص هنتج 45 وحدة، وأحصل على ربح إجمالي يقدر ب 675، وده يعتبر أكبر ربح يمكن الحصول عليه. كده يبقى انتهينا من المحاضرة الثانية، ومع تمنياتي بالنجاح والتوفيق.